الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يسأل كثير من الناس في شهر رمضان عن حكم صوم الجنب، فقد يأتي الرجل أهله من الليل أو يحتلم من نوم بالليل ثم يصبح جنبا ويصوم قبل أن يغتسل، فما حكم هذا الصيام؟ الجواب على ذلك أن الصيام لا يشترط له الطهارة بخلاف الصلاة، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولكن الطهارة لا تشترط للصيام، فيجوز للصائم أن يشرع في الصيام قبل أن يغتسل من الجنابة. وقد أخبرتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم قبل أن يغتسل، يصوم قبل أن يغتسل من الجنابة، فلا حرج على الصائم أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ينبغي المسارعة والإسراع إلى الاغتسال من الجنابة قبل شروق الشمس حتى يتمكن المسلم من أداء فريضة الفجر في وقتها الذي فرضها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وهو من طلوع الفجر، من أذان الفجر إلى شروق الشمس. وتأخير الفجر إلى ما بعد شروق الشمس لا يجوز إلا لعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.